السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مشروعنا غير عن باقي المشاريع كاملة، حلقة بتكون طويلة ومعدلة، أظني لازم أختصر 4-5 ساعات شغل اليوم. يا جماعة يمكن أكون قريب المسافر، أخذ الإجازة، يمكن ما تشوفوني، فبغيت أسوي لكم حلقة طويلة إن شاء الله. ما أعرف، يمكن أخذ إجازتي، فبنشوف خلال هذه الفترة ولا خلال اليوم. هذه الحلقة راح يكون شوي مشروعنا جديد، مشروعنا راح يكون جديد جدا. اول شيء بنبدا فيه في الجسور، طبعا الجسور راح تكون لازم تكون جسور عملاقه. انا هذا ابا ينتهي هني زين على الكورنيش، على بدايه الكورنيش اوكي هني اوكي، وبنيب لنا شارع هني. على فكرة بختصر بعضها، معظم ممكن اقضيها لكم شوي تايم لابس، لان المشاريع شوي بتكون طويلة وقد تكون كئيبة، فما بي اطول عليكم الموضوع بزيادة يعني. فتخيلوا انتم الحين نحن نحط كل هالشوارع واخليكم تتابعون، او تخلصون والله، والله ما تخلصون، سالفة طويلة تستوي، فما بطول عليكم السالفة. عقب التايم لابس هذا راح يسوي لكم كل شيء. زين هذا زين.
ايوه. وبعد ما خلصنا الشوارع الاساسيه والله اخذ وقت طيب، اخذ وقت اكثر من طيب الصراحه. طبعا منكم شفتوا سور تحت الجسور، خدمات الى هنالك. هنا راح يكون صناعيه مبسطه اللي بنبداها شغلتين. اول شغله بنبدا فيه بنحط كهرباء، احنا ها كله بس حق مدينه اساسيه ترى. الكهرباء هني، كهرباء مقابلة النت، بيركب شي 100%، والماي بيكون هني، وبعض الصناعية هني. شوفوا كيف هذا بيكون، نسوي له مكان حق النووي طريقة هاي، بسوي بقريد فارع. الماي بيكون هني في الوسط، ما نحتاج كمية، نحتاج بس تنكي الماي الأساسي فعليا. وتنكي الماي الأساسي يدخل عندنا في الوسط، هذا أساس نسوي الخدمات الأساسية يعني ترى فقط. شباء هني بشارع صالح، شارع صغيرون هني، شارع هني موصول بعض هني، شارع صغيرون هاو، نوصل الشارع هذا بشارع الأساسي. هذا بس حق الماء. زين هاي قسم الماي، ماي واحد هنا خلينا ندمر بيبات الماي هاي. اقدر اكون مرتاح. ونصرف في الماي في المدينة يعني الطريقة هاي. اوكي الحين صار عندنا ماي في كل المدن تقريبا. بعدنا قاعد نشتغل على موضوع الكهرباء ترى، يبغى له باركنات خفيفة. باركن باركنين ثلاث، ما ادري سيارات الزبالة بتوصل هنا، بس ما اظني بيوصلون هنا، لا صعب. فبسوي لهم شيء هنا. بعد عندنا حق الماي، عندنا حق انقطاع الماي هاي التناكي، تانك ريزرفوا. اوكي اكبر ما نتوقعت. شو خلنا الشوارع هذه. اوكي قيلنا امس هني ما بيستوي نفسها، ايوه ما بيستوي خمسة بالضبط. بس هاي تناكي يعني تناكي، واللي هو شيء ممتاز جدا. لحظة خلنا نسوي ماي في الماي، عندهم كهرباء، هي عندهم كهرباء. هذا منطقة إنتاج الماي في المدن. طبعا الحين لو شفتوا انت قطارات وهي السوالف، انا قاعد اسوي شوي شغلات يعني، حطيتها بستروي حلو، سويت شوارع، سويت دنيا شوارع من تحت جسور، من تحت كذا جسور فوق النهر، وكله قابل للتعديل يعني. قاعد فترة طيبة جالس اسوي فيه ترى على فكرة. الحين ما اظني، ما اعرف كيف عندهم موظفين اصلا في كل الاحوال. زين المواصلات بتكون تطلع من هاي المنطقة هاي. المواصلات كلها خلينا نطلعها من هني لحظة، لان على اساس هذا الشوارع كله شارع مع باص، مع وقفه باصات هني، الباصات ما بنسويه لان كل الباصات بتطلع من هني، فالشارع لازم يكون يتحمل باصات كله، عرفتوا؟ بنيب من هني مكان نطلع منه باص، نيب محطه باصات اللي هي هاي كم اوكي بايو فيول، هاي طاقة نظيفة، ثلاثة طاقة عادية باصات، وبنسوي بس وتاكسي، بعد بنسوي ترى تاكسي بعد محسوب علينا. زين بنسوي التاكسي بعد حقه مجموعة هني عند المطار. مطار احسه مكان حلو، مكان اقدر
اثق فيه انه يكون مال مواصلات، عرفت؟ احس انا احس بالطريقه هاي، يعني شوفوا اوكي شيء طبيعي احس بالنسبه للمطار، وطبيعي اكثر يكون في عنده شيء نفس فندق ولا شيء، حاليا كل شيء مسكر لان ابن شيء هذا ممكن ترانسبورت تاور. انا بمثل انه فندق هني، بمثل انه فندق انزين، وببني هني شوارع باصات احبه عبه هناك. اوكي عبه، لا اوكي ممتاز. بنبني فيها هني تشوفوا ابراج سكنيه اللي هي فنادق المطار، يمكن ما اعرف، ابراج تجاريه. بنسوي لنا محطه مترو هني طبعا. اليوم مشروع مالنا شوي جامد، نسوي مترو هني، مترو يدور حول عند الكهرباء، مترو قريب الماي ولا في الماي نفسه محطة الماي، مترو آخر المدينة مترو، وطبعا انتو هني بالكم مترو في نص قلب المدينة هني، بالنا مترو هني بيكون مجموعات صناعية، هني بالنا مترو، هني مترو بيكون متوزع على عدة أماكن قبل لا حتى نبدأ. على الكهرباء بيحصلون كلهم كهرباء، مو عليكم بيحصلون كهرباء، لا بد انهم يحصلون كلهم بيحصلون، ما في حد ما بيحصل، ودائما الحال بالطريقة هاي يعني. فلازم شوي يقولكم لازم نرحم الحال. ايوة مكانه صعب والله هذا. اوكي هذا اوكي، الثاني شوي يدل علينا. زين انت بتكون مربوط في هذا، مربوط في هذا، مربوط في هذا، ومربوط عندنا في هذا المكان. اوكي ممتاز جدا. انتو تبون كهرباء، انا حاط لكم بركنات عندي، نشبكهم في شبكة كهرباء واحدة على طول. سكنوا الناس ترى على طول سكنوا، على فكرة بنخلي الناس تسكن الحينة في شوارع، طبعا شوارع يعني ما احتاج شوارع كبيرة خلاص، يعني انا خلصت سالفة الشوارع الكبيرة من زمان، ممكن اسوي الشوارع الصغيرة اللي بير هني. لا ما بوصل فيه هايوي، خلي بعيد عنه، خلي الهايوي شوي مرتاح. زين حطيه هني، نحطينا مخرج، مخرجين بس هالمكان، بس فوق قدره بعد. باركن، باركنين، باركن يمين، باركن يسار، يسار باركن، باركن يسار، باركن هني، باركن هني، باركنات حق العالم اللي تشتغل هني، عرفتوا؟ باركن هني، باركن هني. بعد منه ما عنده كهرباء، اوكي باركن هني وباركن هني. طبعا عندنا نووي، يعني بمد نووي حق الكل، لا انت ما تبى باركن، في باركنات الدنيا عندك، خلك انت تبى باركن شكل. واحد هني واحد هني، باركن هني وباركن هني. يبالنا باركنات تكاسي اساس يحركون التكاسي من مكانهم الحين. تاكسي انا كان مفروض احسب حساب باركن تاكسي هني، صدقون لحظه هلا نشيل هاي مع ان اشكالهم حلوه، لان حطينا باركنات تكاسي، باركن هني باركن هني. اوكي ونبى الناس تي الدوام هني، في باركن هني، نبى الناس تي الدوام هني، خليت باركن هني. في ناس عند المترو هذا بتسكن، في يعني الكرنيش يبون تكاسي اكيد، مجموعة الكرنيش هني فهم كان فنان هني هني. واه هني ما عنده باركن هني، باركن هني بوز لي يعني. نبغى تاكسي هني اللي يداومون هني، نبغى تاكسي حق اللي نازلين من القطار، نبغى تاكسي حق الصناعية هذه. انزين هذا شكل اساسي جدا على فكرة، يعني حتى مش الشكل اللي ممكن تخيلونه. انت تعال هني، وقف هني وارجع هني. ما يروم يرجع،
ميرم يرجع معنا ما اقدر اسوي حركه توصل بين الاثنين، مع انه غريب المفروض يكون في درب للرجعه. هذا شارع اتجاهين انا اشوفه، هذا اتجاهين المفروض انه يقدر، بس ما اعرف مش قادر اسوي الاسباب. زين خلينا نعمر الكورنيش. اوكي انزين، هاي العاصمه ترى على فكره، ها للحين ما حطينا شيء ترى. ايوه بس الكورنيش انتوا لين هني سكني. لا تجاري بحطي ورا، وانا بسوي شوارع صغار بس. انتوا خلنا اشيلكم، خلنا نسوي كم عمارة هني. زين حطي وراهم تجاري، منطقة داخلية هني تجارية بتكون كفاية. وبنحطي الماب مسواي بطريقة، انا مسوينا بطريقة انه عندي مرونة كيف اطلع الوصلات تقريبا. بس شوفوا الزحمة، الزحمة الزحمات 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 جبت العيديات السالفة. شو قاعد اقول انا؟ زين مسواي بطريقة ممكن نطلع من هني بعد، وممكن نطلع الزحمة نفسها من هني اذا مدينا شارع بهاي الطريقة. نبني بيوت زيادة اذا مدينا بس بيوت اهم، اللي داخل اهم من على الشارع يكونون اكبر نوعا ما. زين هاي الحديقة هني خلها. زين هاي ما بوصلها بهاي، هاي خليها منطقة بروحها، لان اذا وصلت فيه بتكون مشكلة المشاكل. ما بوصلها فيه حاليا اي شيء. زين انت تعال انت بعد بروحك. زين هاي سوينا مترو، تعبت عمري بس ما سويت شو، ما سويت للمترو درب. لحظة، واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين، نفس الحالة بالطريقة هاي داخل المدينة نفس كل مرة. يعني تعرفون النظام، واحد يانا يعني من برا يقدر لازم يوقف هني خلاص. المترو زحمته، لأن المترو بحد ذاته يسوي زحمة ترى على فكرة. يعني اللي بيجي الدوام هني ما نبغى الناس أصلا بشكل عام يستعملون القطار. شو اسمه، بالنسبة لي أنا ما بالقطار يكون مواصلات داخلية الصراحة. هذا شوي دربة طويل اللي بيجي هني، وسوي آخر واحد اللي هو الطريقة هاي اللي رادين من السفر بيوتهم بعيدة. الله يعينهم الصراحة. بس شوفوا مطارنا شكله مطار صراحة، مطارنا شكله مطار. واللي بيجي دوام يقدر يجي دوام ترى. شوفوا الناس قاعدة تيجي تروح، أمورها طيبة يعني على الأقل. مطار مطارين. انزين المطار طبعا كالعادة بنحط فيه قسم. ليش قسم؟ عندنا في المركز هنا بنحط عيادة، بنحط مطافي صغيرون. ما داني يوم ما اقدر احطيه بالضبط جنبه، بس اوكي ما عندك مشكلة. انزين بنحط الشرطة صغيرون هني، حطي لهم ما يبغوا شيء ثاني. لا تعليم هني ما يحتاج. انزين اما المدينة العودة هذا مش مكبرها ما شاء الله. يعني شوفوا اول شيء خلنا نوصل وايرات كهرباء، نوصل من مدينة لمدينة اي واير كهرباء لازم يكون ممتد عن طريق اسلاك. زين اسلاك هاي انا ما ببني هنا اي شيء طبعا. زين الاسلاك هذه تمشي مع الشارع، شوفوا قدر الامكان مع الشارع ترى. بعد يعني في نهاية اليوم في سفن لازم تمر هنا بعد في نهاية اليوم. اي والله في سفن لازم تمر، السفن اذا بتمر وما تحصل مكان مصيبة المصايب. فلازم يكون السلك كهرباء عود، ونوصل السلك هني في اول المدينة اظني. وعلى الاقل عندنا السلك سلك 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 كهرباء نظامي يقدر يمر من تحته قارب ولا شيء من هالقبيل، يعني يمر من تحته. الحين شوي شوي بعد الكهرباء بتتوصل، متى توصل الكهرباء تحسون شوي القيمة الفعلية تغيرت للسلك هذا اللي تشوفونه. بس اما في هني هني لا هني
انا ما ابى اسوي الزحمه الخرافيه اللي هني، ف ما ابى اني اتعب الدنيا بالكهرباء، هذا يكفي بس مجرد مترو حاليا. بس الغريب ان الحين ما طلبوا مني صناعيه، وشوفوا المداخل، عندي مداخل وايد ترى على المدينة، وايد مداخل، يعني مثلا عندكم مدخل جانبي هذا، وسويته بطريقه ثانيه للي لاحظ يكون اخر شيء هني ناس تقدر تاخذ يوتيرن، بعدين ما في بنا هني خلاص، بعدين يروحون يوتيرن من هذا المكان لهذا الوتبر اللي ما اعرف لكم يعني. انزين المقبره باها تكون في واحدة من هالاماكن، يعني ابا مقبره هني ومقبرتين وجنبه شوي مال خدمات الموتى، وابا هني اذا يستوي لا ما استوى، بس ممكن هني ترى عاليه، هني وحده تكفي. انزين بوصل واحد هني، هاي وحده هني بعد، وهني لابد 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 لا سمح الله يستوي شيء حد مسافر واستوى به شيء، يعني انا على طالعه تستوي عندنا هني، ما عندك مشكله نغطيهم من هذه الناحيه بعد. العياده هني شبه مغطيه، مش مغطيه كامل بس عادي ما عندي مشكله. الوسط هني هذا مكان مركزي للمستشفى، احسه ممتاز بكم. شوفوا يا سي وصل المدينه الثانيه تقريبا، واو واو قاعد يوصل المدينه الثانيه هذا، كتب مباركن انا متاكد، كريم كريم في الباركنات ما مقصر يوم في باركن. انزين وبنسير هني بنحطي لهم لحظه عند هذا المكان، ايوه خليه يتوصل كان اكلهم موصلين في النووي ترى الحين، كل طاقة نووية عنه من ماد المدينة كامل تقريبا، المدينة كامل بس الحين شوي شوي ترى بيمتد عليكم. انزين الحين نبقى شوي عشوائية، مش عشوائية، الحديقة الصغيرة هاي مثلا شوفوا هالأماكن يركب فيها حديقة، بعدين حلو تعرف صح بيكون احتمال يوصل كهرباء، بس ما وصل، خلنا نشوف هني، هني ما في شيء، خليه يوصل كهرباء، خليه يوصل كهرباء شو خسران. بحط مجموعة حدائق متفرقة في المدينة بأشكال بأحجام مختلفة، يعني نباه شوي على قولتهم دايفرسيتي أو تنوع أو اختلاف في أنواع الحدائق في المدينة، هاي الأماكن اللي الناس تزورها، الناس ترتاح، الناس تباه شي تنفس شوي عن كرف عقب يوم دوام طويل محتاج تروح حديقة أو شيء من هالقبيل، فبتحتاج بيئة نفسهاي مقاربة يعني. انزين حطينا لهم الحين حدائق، حدائق بعد اظن ساعدتنا توصيل كهرباء، لا بعدها والله ما ساعدتنا توصيل، بس سهلت المواضيع على الاقل يعني، شوف ايه سهلت المواضيع، هذا في النص ممكن نحط عقب نقدر نشله اذا بنحط شيء، هذا بعد نفس الشيء، خلهم كلهم ممدودين نفس الدائره هني، مع انك تقدر احط باركن او شيء هني كان يغنيني عن الشيء هذا. المدينه بشكل ابتدائي وايد صعب ترى ان نحن يعني نسوي مدينة الحين كاملة كل شيء، التعليم لهذا الدنيا، أنا اللي أقدر أسوي أقدر أحاول إني أزيد تنوع المدينة والتنوع اللي فيها، ولا الاقتصاد اللي فيها يكون مرن بحيث إن كل حد يدرس تقريبا وكل حد يقدر يحصل فرص، فالناس اللي تجي المدينة هذه تكون مثل ما تقولون لها فرص عالية في الدراسة، لها فرص عالية في كثير أشياء يعني، مي المدينة وما لها فرص هاي كلها. ترى مهم الحين لو واحد لو ينتقل مدينة فرضا مع عياله وحالته الله من دولة لدولة وبيتعب، يبقى إيش حق شو حق شو الشخص هذا قرر يسافر أو يسوي مثل ما تقولون ياخذ المسافة هاي كلها بعين الاعتبار، مقابل شو؟ مقابل أهله ماله عياله صحيح، يبى يستثمر في نفسه وأطفاله. فنحن هني في هالمدينة ما نبى إلا أن نحن نخلي هالاستثمار اللي هو يستثمره ناجح. شوفوا ثانوية هني، تبوا الصدق أنا بشكل عام ما أبى الناس تروح المدينة الثانية تسكن، ما أبى أخلي ناس تسكن هني، بس هذيل هاي الحالة استثنائية بحيث أنهم حتى المدارس وايد عليهم. زين الحين نبى جامعة، جامعة لابد تكون فوق، أبغى مكان شل المستشفى من هني لحظة، أحس إنه مكان مثالي هذا،
يوصل كل مكان، اذا غيرته بتعب انا. لو اخليهم يضربوا مشوار على الجامعه اوكي، يكون شيء اوكي. لا مو بشيء اوكي مع الجامعه، حتى اذا شليت هذا اتصور ما في مكان حق راح، فبالتالي بضطر اني اشل مكان نفس هذا احط فيه جامعه ورجع الشارع بالطريق. شوف الحين الوضع عندنا شوي مختلف ترى، في حد ما عنده ماي ليش؟ متى ما عنده ماي انا مش منتبه ما اعرف. خلنا نكتب بالطريقه هاي. اوكي اوكي فيري نايس. فلوس مش فارقه وياي انا بصراحه، مش قاعد اسوي فلوس، لان الفلوس بروح المفروض تنتظم خلاص مع الوقت، بروح الفلوس بيستوي شيء نظامي، لان احنا الحين وايد خدمات عندنا وما عندنا كميه التنقل ولا الناس الرايحه الراده، فشوي بتحسون في نقص عندنا، والنقص هذا طبيعي ترى عادي، مش قضيه ترى. الحين بنبدا نشوف الناس بتبدا تسكن شوي 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 شوي. الحين بيستوي طلب عالي علينا، ابى اسوي مطار ثاني بعد حق هالمدينه. يعني هذا كان الصراحه ما اعتبره مطار حق المدينه كامله، ما اعتبره مشروع الناجح اللي تسمونه رائع وهذا، لا ما اعتبره شيء الصراحه بكل صراحه. على اساس كنت بسوي هاي حديقه صح؟ اوكي اتصور عادي مو مشكله. زين ثاني شيء لين هنا ناس نسوي هاربر. الهاربر لازم احطيها تصب، بس احنا ما نبى هاربر اصلا، احنا نبى فيري ستوب فيري بير، اللي هو هذا يقدر يشلل لنا سفينتين. زين وهذا نقدر نشيل، الحين مش فارقه وايد وانا هاي نقدر نشيل، هاي المكان زين حق الفيري هذا. بنشل اصلا بيوت مهني، بنشل لنا بيوت مهني، بنشل لنا بيوت من هنا، ما عندي مشكلة أنا إني أشل بيوت ترى. Ferry and bus exchange stop، آه أقدر أدخل باصات هني بس ما أبى صراحة الحين ما أبى. ويبغالنا Ferry depot، هل يطلع لنا شو؟ طلع لنا السفن نفسها. إنزين هاي اللي بيكونوا موصلين في خط طبعا إيدي يعني. إنزين احنا شو بنسوي الحين؟ بس بنمد، انا هذا نسيت موضوع اني بحطي بعد السفن بعدين بعد مو مشكله. الحين خلينا نحط الفيري، بس ما بضيع وقت حلقتكم كلها في خليلة ليش كلها شوارع. انا ما بضيع وقتكم الصراحه في حلقه كلها شوارع صراحه، فأنا ياس اختصرت الموضوع في بداية الحلقة، بحاول الحين بعد شوي اختصر ما عندي مشكلة. زين بنحط لنا منفذ من هني، اوكي بنحط لنا منفذ من هني، نقدر بعد اذا واحد ما يبي يكمل مشواره، وين المشكلة؟ هلا تكمل مشوارك يا اخي مش لازم صح. زين حطي لهم باركنات هني، الباركنج اميزنج تو هاف باركنج صراحة. انزين الحين احنا نبغى وين خط السفن هني، بسوي لنا خط دائري طيب. انزين نسوي خط هني، ابى من بدايه اشوف سفن من البدايه. حلو احس حلو بيكون نشوف سفن، بس سفن النقل هذا يعتبر مينا داخلي ترى، هذا ما يعتبر مينا يعني عرفتوا، ما يعتبر المينا رسمية. ما يعتبر ميناء فعلا رسمي، هذا يزودهم بالسفن والباقيين يروحون يردون. فخلنا نشوف اول شيء سفينة رايحة رادة هني، ونبقى من الاتجاهين يشتغلون مع بعض، ونبغى سفينة من هذا الاتجاه تفركن هني وترجع، وسفينة من هذا الاتجاه ترجع لهني ترجع. طبعا كل وحدة فيهم بيكون عندها موقف تكاسي طبيعي، التكاسي شيء مهم.
الوحده هذا المفروض ما حطيه له، بس دام حطيت له خلاص حلال عليك. زين عندنا هذا المشكله، مو وصلنا في الشارع زين، ووصله في الشارع. انا اتصور انه هاي ما تسوي زحمه، اللي انا اذكره ما بيسوي لي، المفروض انه ما يسوي لي زحمه وايد ان شاء الله، ما يسوي لي الزحمه اللي تكبد القلب. زين عندنا مشاكل في هذا، شو مشاكلهم؟ نت انف وركرز، ما عندنا عمال بفير كفايه، باني والله المكان كله بيوت، ما اقدر اسوي لك اكثر من هذا بكثير. بس عندنا في شغلات، في امور شغاله يعني، مثلا انا احط لك اكين صغار ولا لحظه يا اخي اماير اشو مدرسه ابتدائيه الحين بيوصل لك كهرباء، مو مشكله. انزين القطار ماله شغال، انا ما اعرف اذا شغال ولا لا الصراحه، بس اتصور المفروض انه يكون شغال 100%، لان مسوي له كذا شارع الصراحه، كذا مدخل مسوينا شوي معقد، بحيث انه اقدر انزل قطار المدينه اللي تحت بعد، مش المدينة اللي فوق بس يعني. فشي في شي شي يعني يكون خرافي وخطير ومش طبيعي ولا يمكن أن تتخيلونه. أفكر أحطي، ويت نحن عندنا كل موارد الدنيا، نحن راح نمتد بشكل خرافي ترى، بس أبا شارع يقطع من هذا الاتجاه لهذا الاتجاه، يمر ما بين منو، أبا يبر ما بين الكل، يروح هايوي، لأن الهايوي مالنا يكون متقاطع بشكل فظيع. يعني وين الزحمة عندنا الحين؟ لحظة، في زحمة هني، في زحمة هني، في ازدحام هني على اليوتيرن. عجيب، ناس وين تأخذ يوتيرن؟ معنا الناس هني ترجع تأخذ، تروح هذا الشارع ليش؟ غريب صح؟ اللي إذا هني حد بيروم يكمل سيدة، وعنا نحنا جسر هني وجسر هني بهالطريقة هاي، يعني مش صعب جدا يكون فيه زحمة، وايد صعب يكون فيه زحمة الصراحة. انزين بما ان نحن شغالين هني، هلنا نحط لنا ناحية، كان في سوبر ماركت وين ما بها، هذا سوبر ماركت متى نطلع؟ منطقة احتفالات، نايس. عندنا كورنيش، نحن عندنا كورنيش هني، ما موصول، ليش؟ ليش انت مش واصل في هذا؟ اوكي، اظن كان وايد مكانه غلط، شو مو بواصل الكهرباء المشكلة. زين صبر، اوكي اتمنى يوصل، يعني ما يوصل، يرد يقطع اللي بعده. ايها المخادع، ايها الغدار، تبا لك. ايوه، هنا تحدث المصائب كلها. لحظة، لماذا؟ لماذا التهور؟ لماذا الجلتش؟ انزين لحظة، هذا معناه احطي اندر ووتر كنات، هذا ممكن اقردنا اي بلين، هذا عادي، هذا هذا يباله اعادة صياغة من اول وجديد. ننزل هني تمويها، في كهرباء، لو ان هذا مش موصول بسلك لكنه موصول بكهرباء يعني، والسفن تبر من تحته ما عنده مشاكل. شوف السفن الحين قامت تشتغل يعني نوعا ما، في واحد مسكين، في 7 سفن عندي ما اعرف ليش. لحظة، السفن تبين لا ما تبين في الزحمة؟ اوكي انترستنج، عجيب. الحين ما بنينا صناعية ترى لسبب ما حد يبى صناعية، ليش؟
انت عندكم مشكله شرطه طافي شارع، هاي مشاكلكم الاساسيه. صح، انا احل المشاكل هاي. عياده تبون؟ خذوا عياده. اقول اذا هذا التصميم بيسوي لي مشاكل دائمه، خلنا نسوي شارعين احسن. انا هذا خلى عاد برايي، انا هذا الشيء اللي عقدني بحياتي يعني. لحظه، اوكي، هذا اصلا رايح راجع. انا ما حطيت الشارع الصح في البدايه، لكن على ما يبدو ان هذا الشارع استوى. نقدر نحط مراكز صغيرة مختصة في ناس معينة، كميزانية وميزانيات عادي، كله بينحل. ما عليكم الضرب العودة في الميزانية، السوالف نفس هاي اللي هي 3000 زائد 4000 زائد وايد أمور. لحظة، ليش؟ أوكي، هذا الخط اللي حطيته ما شلته برايي. الحين اللي بقى حطيه إن شاء الله بتكون في الحلقة القادمة، اللي هو في المساحة هذه شو راح يصير. المساحة هاي راح تبدأ صناعات مش طبيعية بتشوفونها، وهني إدارتها كامل بيون يعبون سامانهم هني ويتوكلون، أو على الحوالي كامل هني كامل. ببدأ أستغل المكان كمساحة. المهم، هاي المدينة الجديدة طبعا عندنا بترول هني، ممكن فقط نستفيد من هذا البترول، أو حتى نسير بعيد حق البترول، ناخذ خطوط درب طويل أصلا في كل الأحوال، حتى يمكن هاي لني بالموارد عن طريق درب طويلة. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، مشكورين على حضور الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.